قال الباب 37 كتاب الحلية لأبي نعيم رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في كتابه المذكور بالسند إليه قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الهيثم بن خارجة عن رشدين ابن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي منصور مولاي يذكرون الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم.